لماذا يتغير ألوان أوراق الشجر في الخريف؟ هل تعلم لماذا تتغير ألوان أوراق الشجر في الخريف؟ ولماذا يتحول اللون الأخضر القاتم إلى حلة بهية من الأصفر البرتقالي والأحمر بالذات؟ تحتوي معظم أوراق النباتات على ثلاثة أنواع رئيسية من المركبات الكيميائية المعروفة باسم الخضاب Pigments. هذه المركبات تساعد النباتات على استخلاص الطاقة من ضوء الشمس عن طريق عملية التمثيل الضوئي أو التركيب الضوئي، وبالإمكان تصنيفها كالآتي: الكلوروفيل، فهو المركب الكيميائي الذي يلعب دورا هاما ومركزيا في عملية التمثيل الضوئي، ويتميز عن غيره من المركبات الكيميائية بقدرته على امتصاص الضوء الأحمر والأزرق ورد أو عكس الضوء ورد أو عكس الضوء الأخضر، مما يعطي النباتات حلتها الخضراء في الربيع. تصنف كذلك الكاروتين. كاروتين وهو مركب كيميائي يعرف أحيانا باسم الخضاب المساعد، لأنه يمتص الضوء الأزرق والأخضر ويمرر الطاقة التي يكتسبها من امتصاص فوتونات الضوء إلى الكلوروفيل. وبما أن الكاروتين يمتص الضوء الأزرق والأخضر فقط، فإنه يرد أو يعكس الضوء الأصفر والبرتقالي. الكاروتين متواجد بوفرة في الجزر في الجزر عفوا، وهذا هو بالضبط ما يكسب هذا النبات الجذري لونه البرتقالي الزاهي. ثالثا، الأنثوسيانين، وهو مركب كيميائي آخر يساهم في منح النباتات حلة بهية من الأحمر الأزرق أو حتى البنفسجي بحسب درجة الحموضة pH المتواجدة في النبتة. الآن معظم النباتات تحتوي على هرمون نباتي يعرف باسم الأوكسين، وهو مركب كيميائي يتحكم بطبقة خاصة من الخلايا المتواجدة في ساق الورقة، وهذه الطبقة تعرف باسم طبقة الانفصال Abscission Layer. في أثناء فصل الربيع أو فصول الصيف فصول النمو الاعتيادية، يمنع هرمون الأوكسين هذه الطبقة من التشكل وسد الأنابيب الصغيرة التي تربط الورقة بالجهاز الدوري الذي يزود الورقة بالماء أو السكر. ولكن في الخريف، عندما يقصر وقت النهار وتزداد برودة الجو، تتوقف النباتات تدريجيا عن إنتاج هرمون الأوكسين، مما يسمح لطبقة الانفصال بالتشكل ومنع وصول الماء، المغذيات والسكر إلى أوراق الشجر. عندما يحدث ذلك، يبدأ الكلوروفيل بالتحلل سريعا، مما يعني أن الأوراق ستفقد لونها الأخضر القاتم وستعكس بدلا من ذلك الألوان الدافئة مثل الأحمر الأصفر والبرتقالي، وذلك لأن الكاروتين والأنثوسيانين سيحافظان على تركيبتهما الكيميائية.